احنا دشوه شوات ليكون ابوكي ايه بس ما في حدا بيسيد كلاب غير ابي. لمحت خيال ليكو فات من الحال. وين بدك تهرب مني؟ لاحقك لاحقك والزمن طويل. بدي فيقن ان شاء الله يكونوا بسابع نومي. لك ايه والقريضه طقرتكم والمحيه جايين نفلان. لك العمى بعيونك العمى، انت ما بتميز بين البشر وبين الكلاب. مساء الخير. مساء النور. فكرتكم نايمين. لك شلون بدنا ننام وانت فاتح خط ما جينو على الاخير تحت الشبابيك؟ اذا ما قوصت لكم يا بيأذيكم. من وين؟ كلب جربان هون بالحارة. لا ميت خرطوشة على كلب. مكعينا هالكلب والشكاوي مثل زخ المطر عليه، وانه كنت اعرف صيبه. بعلمي صيب. ما بقلب نوب، بس هذا الحقير قولي بشم ريحتي، شلون بيختفي ما بعرف، ما بلحق طخ الا بيكون اختفى. بيطلع القواص على الفاضي. لا اطمن مو على الفاضي، صبته لابو طمزي. وين صبته؟ هي كلها يا تخرد صغيرة، شايف شو صغيرة؟ شطبتني شطب، ما عم شوف أنا ها، ما عم شوف. شوفي لي يا جاية بالقرنية ولا بالقزحية؟ لا بالقرنية ولا بالقزحية، قوم لا شفتها رجال ولا مناك رجال، شو؟ تفضل. أهلين يا أبي، أهلين يا أبي، أهلين يا أبي، تفضل تفضل. في كلب مكلفيني أوصوا عنكم هون بالحارة، قلت بطريقي بعملكم زيارة. اهلا وسهلا عمي. اهلا يا بي، شو نحن ما بنخطر على بالك غير وقت قواص الكلاب. مو هيك القصه، بس الكلاب بحارتكم قليله. ايوه زهرة قوم حطي عشا. ايه انا اللي بحط عشا. ما في داعي، علي كلاب كثير الليله، بس بدي احكي كلمتين مع بديع وامشي. امور عمي. في رفيق مولع بصيد السمك، ذكر قدامي انه بده دولاميت، تذكرتها. تذكرتني الي ليش عمي؟ الشركه تبعكم بتمد خطوط ما بتمد؟ بتمد. معناها بتحفر كمان ما بتحفر؟ بتحفر. معناها بتعمل تفجيرات صخور ما بتعمل؟ بتعمل. ها بدنا من عندكم كم اصبع ديناميت؟ في عندكم ما في؟ اصابع ديناميت، اصابع ديناميت. عمي عمي شو دخل الصيد بالديناميت؟ شو دخل الصيد بالديناميت؟ قل لي. على الكهرباء ما في امان، من كم يوم صار معه مشكلة، حرم بالكهرباء، حط الشريط بالمي كان روح أكثر من 20 واحد عم يسبحوا. وبركة روح حدا بالديناميت؟ المحل تبع السباحة بعيد، بعدين هي مشكلته. شو مشكلته؟ إذا سألوا منين جبت الديناميت وقال لهم أنا شو بصير فيي؟ مين بده يسأله؟ إذا لقى. ومين بده يلقطوه؟ يلي بيلقطوه. ما في أكثر منهم اللي بيلقطوه. لا تخاف، ما حدا بيلقطوه. لانه شغلته يمنع الصيد بالبحيره، هي محميه اسماك فيها انواع نادره. اذا هو المسؤول ما في مشكله، قديش بده؟ كم اصبع؟ قد ما فيك جيب له 100 200 200؟ ايه 200. مو لحاله بيصيد، كل يوم بيجي ضيوف وببلاش ما بده، كل شيء بحسابه. زهره انت شو رايك؟ انا ما بعرف، هي شغله مو شغله نسوان. خلاص خلاص بطلنا. روق روق عمي روق. لا شو روّل؟ أول مرة بطلب منك خدمة، كنت بفكرك رح تقلي تكرم عينك عمي، ما بتطلع من هون قبل ما تاخذ تلاميذ، وعم تاخذ لي رأي مرتك كمان؟ تضرب أنت واللي جوتك ياها. روّل عمي خلاص، ما بصير غير اللي بتعمله.